بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل أحلى متابعين ومتابعات ومشتركين ومشتركات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة وبعافية يا رب. إذا كما راكم تشوفوا فيديو اليوم هو كالعادة فيديو خفيف ظريف ولو بسيط، اللي هي كسرة محشية 5 5. إذا كما راكم تشوفوا هنا درت كمية من الدقيق حوالي زوج حفنات هكذا معمرين مليح، ولا حوالي هكذا كيلو غير ربع، ولا هكذا يعني عينكم هي ميزانكم. وضفت القليل من الفرينة حوالي كما راكم تشوفوا هنا، شفت درت 3 ملاعق ولا 4 ماشي بزاف، ودرت كيس من الخميرة الكيميائية، ودرت نصف ملعقة تاع سكر ونصف ملعقة تاع خميرة خميرة الخبز، طبعا ملعقة كبيرة، وراح ندير الملح عيني هي ميزاني على حساب الكمية تاع الدقيق. درت حوالي 3 ملاعق صغيرة هكذا، وريحة نبسس نخلطهم ونبسس بالزيت حوالي فنجان، أقل من فنجان هكذا 3/4 تاع الفنجان، نبسس الدقيق تاعي وريحة نلم بالماء الدافئ. بالماء الدافئ طبعا كي نديرو الخميره في الكسره تاعنا نلموها بالماء الدافئ. نحكم ندير كامل هكذا حتى نشوف العجينه تاعي تماسكت لي، نعجنها شويه وريحه هنايا بعد ما ندلكها شويه نديرها في كيس وريحه نغطيها ونخليها تخمر لي على جهه. في هذاك الوقت انا راني رايحه نحضر الحشو تاعي اللي هو سهل وبسيط كما راكم تشوفوا هنا، بصل وطماطيش، درت حبه بصله متوسطه برك ما كثرتش بزاف، وخليتها ذبلت شويه طبعا مع شويه ملح وزيت وشويه فلفل اسود برك هكذا. وكي شفتها ذبلت درت لها شويه طماطيش ايضا حبه صغيره حبه متوسطه هكذا ماشي بزاف، ودرت هنا شويه قليل من المعدنوس وشويه وريقة راند بر. تحبوا تزيدوا الثوم نتوما، تزيدوا واش حبيتوا في الحشو تاعكم. انا الكسره تاعي المحشيه نحبها دائما نديرها بتكتوكه عادي بصل وطماطيش. اذا هنايا هنا العجينه تاعي كانت خمرت لي، ما خليتهاش خمرت بزاف صراحه باسكو الكسره المحشيه ما لازمش تجي خمره بزاف باش ما ومن بعد ما تكسرناش وما تفتتناش. كي تخمرنا العجينه بزاف على بالكم كيفاش ترجع. الوغ هنا شوفوا حكمت قسمت العجينه تاعي، صراحه ما درتش كامل هذا العجينه لانها جاتني بزاف، خليت هذيك كميه من العجينه درت بها كسره عاديه. نحكم ندير كويرات هكذا عيني هي ميزاني، كويرات صغيره ما نكبرهمش. اذا هنا درت الكسره المحشيه تاعي بعده اشكال، درتها مدوره ودرتها نصف دائره ودرتها ايضا على شكل مثلثات، كل واحد ياكل القطعه هذاك المثلث الشخص. وايضا درت هذيك النصف دائره ودرت ايضا دائره كامله. هنا نحل درت هذو زوج دوائر صغار هنا الخبيزات ولا كوريسات صغار، ونحلهم رقاق بزاف باش طيب لنا العجينه، ما تجيناش العجينه ما تبقالناش خضره تاع الكسره نيه كي نكونوا ناكلوا فيها هكذا باش طيب لنا مليح. نحل الخبزه الاولى وطبعا نحل الخبزه الثانيه، والله وصفه هايله وسريعه ومشبعه. وراكم على بالكم في الصيف اللي ما يشدوناش اليد واللي خفاف، وكل مره هكذا نحير واش ندير غدا واش ندير عشاء. والله انا البارح تلفت لي في العشاء وما كانش عندي الخبز، حبيت ندير كسره مي واش نجوزوا الكسره. الوغ جات في بالي عندي شويه بصل وطماطيش وفرماج، قلت والله غير نديرها لهم محشيه، منها كسره منها عشاء هكذا دو زونا. هنا كم تشوفوا حليت الخبزه تاعي كامل ودرت الفرماج واش عندكم. انا عندي هذا امير كان باقي لي شويه منه، هذا جبن طازج هايل درت منه كان باقي لي شويه، درتها في هذا الخبزه الاولى. وندير تكتوكه تاعي نورمال، عندكم نتوما فيونداش يديروا واش حبيتوا. مي هذه الكسره المحشيه تاع القلاليل ماهيش حاجه مكلفه، حنا دائما نحاولوا نمدوا وصفات بسيطه للزوالي هكذا وغير مكلفه. نحكم ندير الخبزه الزوجه هكذا فوق خطها ونديرهم هكذا فقط، نعبز بيدي بلا ما ندير حتى حاجه، وندير بالفرشيطه كامل هكذا ونثقبها طبعا من الفوق هكذا باش ما تنفخليش، ومن بعد باش النفس تخرج لي تاع الطياب. وندير في المقله تاعي هنا هذا الطاجين اللي كنت شريته، كنت قلت لكم على السعر تاعو على كامل في هذيك الوصفه تاع اللحم متبل ومشوي شويتو عليه، نخلي لكم الرابط تاعو باش تشوفوا المعلومات تاع هذه المقله كيفاش، ويعني الواش صالحه والثمن تاعها
وكيفاش يعني كيفاش كامل المواصفات تاعها. هنا شوفوا الخبزه تاعي درتها في الجهه هذيك الاولى تقلب وقلبتها، شوفوا كيفاش تجي هذا الشكل شحال هايل بزاف، هذوك الزيكات يجوا هايلين. هنا الخبزه الزوجه حليت خبزه كما تشوفوا رققتها ايضا وقسمتها على زوج، ودرت هنا شوفوا في وسط النص هذاك درت شويه فرماج وشويه تاع تكتوكه، وريحه نغلقها على شكل مثلث. شوفوا هنايا هكذا طريقه سهله وبسيطه، دي حتى تعتمدوها هكذا ديروها الواحد يبدل، وانتم الحشو لكم الاختيار، ديروا وش حبيتوا في الحشو تاعكم. انا بهكذا بهذيك التكتوكه فقط والفرماج والله جات ولا اروع، جات بنينه 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 بزاف، شهيتكم في الجنه، جات خفيفه بزاف. ندير كاملها ملي درت زوج ايضا هذو، ودرتهم في المقلاه نعبص فقط شويه باش ما تكسرليش وما يخرجليش الحشو. ولما تطيب طبعا النار ما تكونش قويه بزاف باش ما تحرقوليش، نديرو نار متوسطه دائما، ما نديروهاش ناقصه بزاف وما نديروهاش زايده بزاف، ونقلبهم. كون درت هذيك الاولى طابت لي، شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعها شباب بزاف، هادو الزيكات هذه المقله قلت لكم لعده استعمالات، انا حبيت نديرها هذه المره ندير فيها الكسره باش تجي هكذاك مختلفه الشكل تاعها. اذا عندي هنا الخبزه الثالثه كما راكم تشوفوا، درتها حليتها ايضا رقيقه، ودرت في النصف تاعها فرماج والتكتوكه تاعي حشو تاعي، وريحه نغلقها نطبقها كشغل راني ندير في السوفلي، شغل سوفلي هكذا حبه سوفلي كبيره، ونغلق كالعاده ونديرها في الطاجين تاعي. ولما تطيب من هذيك الجهه نقلبها على الجهه الاخرى، حاجه سهله وبسيطه تاع 5-5 نكملوها. شوفوا هنا كانت الكسرة تاع المحشية واجدة وجاهزة في مظهرها النهائي، كسرة محشية بحشوة سهلة وبسيطة في متناول الجميع، بصل وطماطم وجبن. هاي لك هنا شوفوا جات والله ولا أروع، رقيقة رقيقة ما تخشنوهاش هكذا باش كي تكونوا تاكلوا فيها ما تلقاوهاش عجين من داخل، لازم كي نحلوها لازم نحلوها رقيقة بزاف. شوفوا هنا قطعت هذيك تاعي تاع لي شكل سوفلي تاع النصف هذيك هايله، شوفوا كيفاش رقيقه من داخل وطيبه، شوفوا كيفاش هنا، شوفوا كيفاش والله هايله بزاف، ننصحكم بها في هذا الصيف جربوها، وجربوا ديروا حشوه مختلفه راحين تستمتعوا بها اكيد طبعا برفقه غازوز ولا جو ولا وش حبيتو نتوما وش متوفر عندكم. كانت هذه اذا مشاركه في وصفه اليوم اللي هي كسره محشيه بطريقتي وبحشوه جد وبسيطه في تناول الجميع، نتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد من وصفاتي وفيديوهاتي انا ام محمد والبنات، الى اللقاء ومع السلامه.